ربنا يرزقنا ولد المره الجايه يا رب، ولد يا رب. حاسه ان اول مره ممكن يكون معانا فلوس. ايه دي؟ دي ماكينه خياطه. جبت فلوسها منين؟ دي بنت غلبانه دي اللي بتترمي طول النهار ما بتشوفش امها. دي مشاريعك الزفت، تعبي وشقايا مشاريعك الزفت. انا خايفه منه، انا مش عايزه اعمل تاني ولا اصوت تاني. لو اخر مليم في جيبك ادفعه وتعالى، ابوك في المستشفى. بنت اسمها بات يوميا خلال شهر رمضان المبارك 1:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات، ويعاد في الأوقات التالية.